رضعته من امرأة وهذه المرأة لها حفيدات، فهل يجوز لي أن أتزوج من حفيداتها، يعني بنات بناتها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا رضعت من امرأة رضاعة تامة 5 رضاعات في الحولين فإنك تكون ابنا لها من الرضاعة، وتكون بناتها أخوات لك من الرضاعة، وبنات بناتها تكون بنات لأخواتك من الرضاعة، فتكون خالا لهن من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج من حفيداتها أي من بنات بناتها، لأنهن بنات أخواتك من الرضاعة وأنت خالهن. الله تعالى أعلم.